ولخص في النهاية معناها نقول أنه لاحظوا أنه ثم تعتيم إعلامي كبير ياسر على الموضوع، وإذا الأفضل أنها الناس تعالج الأزمة ما تعتمش على الإعلام، لأنه أي مرض إذا كان ما تداويش في وقته راهو معناها يفضي إلى تبعات مش باهية. وهذا علاش أنه على كافة الأطراف أن تتحمل كامل مسؤولياتها في معالجة الأزمة معالجة جذرية، وما ثماش معناها علاج يجيب المسكنات. وشكرا أخواني، تحية كبار إلى شهداء من الحوض المنجمي، إلى بوزيد، إلى كل الجهات المحرومة. اليوم ما يعيشه أبناء شعبنا في بوزيد وفي الحوض المنجمي لا يختلف على الوضع معنا في سليانة، ونحن على المبادئ من بوزيد إلى الحوض المنجمي إلى سليانة، وسنظل هكذا. اليوم ناس ما قاعدة تموت في بوزيد والحوض المنجمي واحد من أجل الشغل، من أجل حق طبيعي في هذه البلاد، هو حق الشغل، حق الكرامة، حق الحصول على شغل، لأنه من كرامتهم على شغله ومن حقهم على الطبيعة أنه يشتغل. اليوم الناس معناها قاعدة تموت دفاعا، وقاعدة تحترق دفاعا معناها على مطالبها ودفاعا على شغلها. اليوم القضية تهمشت وتحولت من طلب شغل معناها وحق الكرامة إلى ناس معناها اعتقلوها في السجون، وأصبح كل الجماهير المتدخلة والمساندة في المسيرات أنها تلف وراء إخراج المساجين من السجون والمعتقلين. حولوا مطلبنا من